وعن حصيلة أشغال هذه الدورة التي كما ذكرنا تختتم هذا المساء، نربط الاتصال بموفدتنا إلى المنتدى رجاء فضلي. رجاء، مساء الخير. مساء الخير حسام، أهلا بك. مع اختتام دورة هذه السنة لمنتدى ميدايز، ما هي الخلاصات التي أسفر عنها هذا اللقاء؟ ما الذي ميز هذه الدورة؟ طيب حسام، تحدثت قبل قليل عن حضور رئيس السنغال ماكي سال إلى افتتاح هذه الدورة، والذي يميز الحفل الاختتامي اليوم لمنتدى ميدايز هو حضور رئيس سيراليون إلى هذه الجلسة الختامية، والتي تحدث فيها خلال كلمة له عن المعطيات المقلقة للتغيرات المناخية وتأثيراتها خاصة على القارة الإفريقية. تحدث أيضا عن التنمية الاقتصادية المهمة التي صارت تشهدها معظم البلدان الإفريقية، ثم تحدث أيضا عن الدور المهم والأساسي للموارد الطبيعية في هذه القارة، وطبعا التي تعتبر مساحة أمل للتنمية في القارة الإفريقية. طيب، اليوم الختامي حسام تميز بتقديم إعلان طنجة، إعلان طنجة الذي تضمن مجموعة من النقاط وأشار إلى كون أن هناك تراجعا كبيرا في الثقة بالنسبة للولايات المتحدة الولايات المتحدة التي صارت تنتهج سياسة بين قوسين غير مسؤولة فيما يتعلق بمفاوضات السلام بالشرق الأوسط. ثم كان هناك أيضا حديث وإثارة ودعوة للاندماج الإفريقي، وتمت الدعوة إلى محاربة التمييز ضد المرأة، خاصة التمييز في شقه القانوني في كل ما يتعلق بالأسرة، الزواج، ثم الحق في الميراث إلى غير ذلك. طيب، تم أيضا التذكير حسام بالدور المهم للقطاع الخاص في التنمية بالقارة الإفريقية، بدور المجتمع المدني في تعزيز ومتابعة طبعا متابعة تنفيذ الاتفاقيات دولية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعوة إلى اتفاقية من أجل الحوار بين مختلف البلدان الإفريقية المنضوية تحت لواء منظمة أو منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتفادي المنافسة ربما الغير التي لا تسير وفق مصالح مختلف هذه الدول، المنافسة من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية. تم أيضا الحديث عن دور أهمية وأهمية تنمية الصناديق السيادية على مستوى القارة الإفريقية، وأهميتها طبعا في ضمان مشاريع جديدة فيما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية على مستوى القارة، خاصة على مستوى مشاريع تهم الطاقة والطرق. بالإضافة إلى ذلك، تم الحديث أيضا خلال هذا الإعلان، إعلان طنجة، عن موضوع الأمن والسلم، وطبعا دعم استراتيجيات وتمويل استراتيجيات الأمنية على المستوى الإفريقي وتعزيز الأمن في إفريقيا، ثم دعوة إلى إحداث استراتيجية للأمن السيبراني على مستوى القارة الإفريقية، مع ضمان حرية التعبير على مستوى القارة حسام، وتنفيذ مقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه النقاط. نعم، هذا عن إعلان طنجة، هذا عن حصيلة للحديث. رجاء، نعم، شكرا جزيلا لك. هذا عن حصيلة أشغال هذه الدورة التي كما ذكرنا تختتم هذا المساء. رجاء فضلي، موفدتنا إلى منتدى ميدايز، شكرا جزيلا لك على كل هذه الملاحظات وكل هذه الجهود المبذولة خلال أيام المنتدى، أنت وكل الفريق المرافق من قناة ميديان تيفي.